متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة طنجة. نستضيف معنا في هذا البث المباشر من أوكرانيا وبالضبط من العاصمة كييف، التي على ما أعتقد أن هي العاصمة التي تريد روسيا غزوها في هذه الأيام. نستضيف معنا في هذا البث شاب مقيم مع أسرته في العاصمة كييف، الشاب مرتضى. أخي مرتضى، أهلا بك. حياك الله استاذ، اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، شرفنا شكرا جزيلا على تلبية دعوتنا. والله. انا لي الشرف بارك الله فيك، بمتابعينك الكرام. حفظك الله. طيب أخي مرتضى، حدثنا عن الأوضاع هناك في العاصمة كييف. والله الاوضاع استاذ بشكل عام تقريبا صار يومين احنا فوجئنا بشكل يعني مفاجئ في الساعة الخامسة فجرا بتوقيت مدينة كييف أو أوكرانيا العفو، صوت انفجارات قوية بحدود تقريبا شيء 9 إلى 10 انفجارات، بعدها أصوات مدافع رشاشات خفيفة شيء. بس يعني احنا بشكل عام مدينة كييف مقسومة إلى قسمين، هي الجانب الأيمن والجانب الأيسر من المدينة. احنا موجودين في انا شقتي او العماره السكنيه اللي ساكن فيها في الجانب الايسر من المدينه. الان بشكل عام الضغط كله ضغط على الجانب الايمن، وهو الجانب اللي فيه الدوائر الحكوميه، مبنى وزاره الخارجيه، الحكومه، الرئيس الاوكراني موجودين في هذه المكان بالضبط. وهي البنايات المستهدفه، صحيح؟ نعم، أنت الجيش منتشر بصورة كثيفة في الجانب الأيمن من المدينة. تقيم في هذا الجانب أو الجانب المعاكس؟ أنا في الجانب المعاكس. طيب أنتم هنا في الجانب الأيسر، ربما لستم في خطر على ما أعتقد بقدر الجانب الأيمن. صحيح كذا، بس يعني بشكل عام الانفجارات طبعا القوية بتنسمع، الرمي مثلا إذا صار عشوائي، في مرات أصوات رمي عشوائي بيكون بيوصل يعني لنا، يعني مش بعيد، تقريبا بعد 5 إلى 7 كيلو عن السنتر، احنا مش يعني مسافة بعيدة كثير. طيب أخي مرتضى، بالنسبة للقصف الذي ترسله روسيا، هل يقصف بشكل عشوائي أم فقط البنايات الحكومية؟ وهل يشكل هذا القصف خطرا على المدنيين هناك؟ أنا راح أتكلم بكل صراحة وكل حيادي، أنا كنت في تقريبا أنا عمري 33 سنة، أنا كنت من أنا قلت لك أنا من العراق، تقريبا صار لي 10 سنوات في أوكرانيا، أنا من كانت حرب 2003 في العراق ما شاء كنت الله شاهدتها كلها، شو اللي صار كنت شاهدته. ما شاء الله. رمي الحرب 2003 في العراق كان قصف عشوائي، قنابل عنقودية، متفجرات، قنابل فسفورية. أما بالنسبة في أوكرانيا الإعلام بشكل كبير بيهول كثير أمور صراحة، تعرف أنت إعلامي خصوصا في أمور يعني في تهويل فيها. بالنسبة أنا اللي شاهدته كشاهد عيان يعني اللي سمعته، الرمي بيكون تبعهم رمي دقيق الصراحة، عندهم أجهزة، عندهم العفو وصواريخ دقيقة تضرب المكان بالضبط، يعني هيك هذا اللي شفته من المباني، اللي شفته من الشهود العيان اللي عندي أصدقاء في الجهة الثانية في جنب السنتر بيقولوا هذه الأخبار. بس الشيء الغريب اللي صار أعجوبة بالنسبة للعالم كله هو غراوة المقاومة، مقاومة الجيش الأوكراني مش متوقعة، هذا الشيء اللي عجب، يعني في أعجوبة في هذا الشيء، لأن هم أصل الأوكران تقريبا فيهم 40% اللي موجودين هم روسين الأصل. فعلا فعلا، وهذا يثبت يعني في تأييد كثير كبير لهذه الحكومة اللي موجودة حاليا في مدينة كييف، واللي هي انتخبت تقريبا قبل شي سنتين. فاهم علي أستاذ؟ فهمت فعلا.
طيب بالنسبة للجنود الأوكرانيين لن يستسلموا. لم يستسلموا، يعني في غراوة، في غراوة مقاومة، في حب غراوة الوطن. مقاومة مش طبيعية. قامت القوات الروسية بالهجوم مدعومين بالقوات الشيشانية، كمان في كذلك قوات البيلاروسية من جهة حدود بيلاروسيا، في قوات دخلت لمساعدة الروس في الهجوم هذا، إكمال هذا الهجوم. أوكرانيا لم يقف أحدا بصفها على ما أعتقد، صحيح؟ من ناحية الجيش والدعم. الدعم فقط في بداية الحرب، احنا جميعا شفنا في بداية الحرب الدعم بالأسلحة، الخفيفة، أسلحة دفاعية، أما بعدها في بداية الحرب أنت سمعت الرئيس الأوكراني قال تخلى علي جميع فعلا الحكام، فعلا تخلى عنه الجميع. حتى هو قام بإلغاء المشاركة معاهم على حسابه في التويتر، يعني هذا الشيء بسيط اللي هو قام عمله. كذلك فعلا في كثير من الإشاعات وكثير من الأمور اللي حرب إعلامية، هذه هلا حاليا في حرب إعلامية كبيرة موجودة صراحة. طيب أخي مرتضى، في رأيك أو في نظرك، هل يمكن لأوكرانيا أن تعيد استقلالها، يعني وتسيطر على بلادها من جديد؟ والله اللي اشوفه اتوقع من المستحيل، يعني صح ممكن الجيش الاوكراني يقاوم ممكن مده طويله اكثر من المتوقعه، بس ما اتوقع يعني ممكن الحرب ممكن في شهر، ممكن في 3 اسابيع، بس ما اتوقع. فعلا هم قاموا بتفجير جسور رئيسيه في محيط كيف حتى تاخير الدخول الى المدينه، هذا هم اللي عملوه الجيش الاوكراني، يعني حتى يقاوم الدخول صعب جدا أن تهزم أوكرانيا الروس. هذا الشيء مستحيل. احنا يعني على اللي اشوف مستحيل، الاسلحه اللي عندهم متطوره، في اختلاف في القوه، فعلا رغم هم عندهم ايمان وعندهم شيء يعني في قضيتهم، بس من المستحيل اللي يقاوموا فتره طويله. فعلا أخي مرتضى، بالنسبة لرئيس أوكرانيا بالأمس قال في تدوينة له أو في فيديو نشره على حسابه الشخصي، قال أن مصير أوكرانيا سيتحدث سي عفوا قال أن سيتحدد مصير كيف في هذه الليلة، يعني ليلة أمس، ولكن لم يتحدد شيء لهذه الساعة. أين وصلوا الآن بالضبط؟ البارحة في آخر الأخبار، أما اليوم كان في هدوء نسبي صباحا، لأن هذا الشيء اللي ما وضحته لك، صباحا تقريبا في وقت في الناس المدني ممكن يطلعوا للخارج، مثلا اللي بده يشتري حاجة، اللي مثلا عنده جريح أو مستشفى، ممكن في أوقات ممكن نخرج فيها، هذه الأوقات تكون الحرب يعني القصف أو الحرب بشكل عام تكون ضعيفة، لأن هذه بيعطوا مثل مهلة للناس المدنيين ممكن يتحركوا. أما في الليل لا، الوضعية بتختلف، الأجواء الحرب تبدأ الحقيقية في الليل، يعني في مناطق عندك في يعني حرب شوارع صارت فيها في محيط مدينة كيف، في مدن سكنية، حتى قنابل مولوتوف، أنت سامع هذا قنابل مولوتوف من المباني بتنشمر على فعلا السيارات المصفحة. فعلا في يعني في عندي صديق في ذيك المنطقة قال لي في استخدم المولوتوف، فاهم علي؟ ورغم هو هذا الشيء قديم، أو هذه القنبلة يعني في الثمانينيات أو السبعينيات، بس هي ناجحة صراحة، خصوصا المدرعات المصفحة بشكل، مش الأسلحة المتطورة ليهم هم. فعلا ها في نقطة مهمة كذلك، الأسلحة اللي دخلوا فيها كلها أسلحة قديمة، الدبابات قديمة، أنتوا شفتوا الأخبار، الدبابات الروسية مش الحديثة اللي هي هلا فيها آخر تكنولوجيا، لا فيها، فعلا فعلا أتوقع الروس يريدوا الخروج من هذا مستنقع أوكراني بأقل خسائر ممكنة، فعلا لهذا هم دفعوا في القوات
بيلاروسية وقوات الشيشانية حتى تساعدهم حتى يخرجوا بأقل خسائر ممكنة في هذه الحرب. طيب أخي مرتضى، بالنسبة للأشخاص المدنيين الذين يريدون مغادرة البلاد في هذه الأثناء، هل يستطيعون فعل ذلك؟ يوجد خيارين للخروج، أما الطريق البري عن طريق السيارات أو عن طريق الوسائل القطار مثلا. يعني الجنود والعسكر لا يعرقلون هذه العملية. كيف؟ الجنود والعسكر لا يعرقلون عملية خروج المدنيين من كيف؟ لا لا لا، الجانبين لا، في طريق خاص للمدنيين السيارات، جميل. وكذلك القطار في طريق خاص، يعني مثل عبور آمن للناس المدنيين، في طريق خاص لهذا الشيء. وأكيد أكيد لديهم استخبارات، لديهم أقمار اصطناعية يروا هذه الطرق هي مخصصة فقط للمدنيين، أكيد هذا الشيء واضح للقوات الروسية أو القوات الأوكرانية. هم بدأوا من المناطق القريبة من الحدود الروسية وبدأوا يزحفوا إلى كيف تدريجيا، بس لكن الذي نراه هم يريدون أخذ أوكرانيا كاملة، ليس فقط مدينة أو مدينتين أو لا. حتى كان في بداية الحرب الأوكران عندما هلعوا وعندما قاموا بالسفر إلى بعض المدن التي كانوا يظنوا أنها آمنة، لكنها الآن ليست آمنة، أصبحت فيها سفارات الانذار تعمل، كذلك الطائرات الاستطلاعية في هذه المدن. أما بالنسبة لنا نحن كعرب، كالعرب المقيمين هنا، في كثير من العرب الذي هو ليس لديه عوائل أو طلاب، في كثير منهم عندهم خرجوا خارج، الذين لديهم الإمكانية، بعض الإمكانيات البسيطة أو شيء، خرجوا إلى الحدود حاليا. يعني الأخبار عم توصل لينا ولأصدقائي ولينا، خصوصا على السوشيال ميديا، في أخبار كثيرة من ناحية هذا الأمر. طيب أخي مرتضى، هل لديك إحصاءات حول عدد القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين؟ توجد فقط البيانات الإعلام الروسي والإعلام الأوكراني، بس ما الصراحة لا توجد دقة فيها، الصراحة في اختلافات. في تعرف أنت هذا مثل ما قلت لك في حرب إعلامية، يعني آخر الأخبار اللي سمعت تقريبا من ناحية الطائرات، من ناحية تقريبا 500 دبابة سمعت، في عدد الطائرات ممكن 17 أو 14، لا أتذكر الأرقام، أنت تعرف أنا مدني ما فعلا أخذت فعلا في الإعلام شيء. فعلا. طيب أخي مرتضى، أنت كمدني، كعربي مسلم مقيم هناك في كيف، هل تشعر نفسك أنك في خطر؟ صديقي، خصوصا الشخص اللي عنده عائلة يبقى يعني ما بيفكر بس بنفسه. أنا عندي فعلا عائلة مكونة من زوجتي وعندي طفلين، يعني أنا بالنسبة لي وضعي جدا متأزم بالنسبة لي، أنا ما أتكلم عن غيري. أما عندي كذلك في أصدقائي مثل حالي، في بعض الناس ما في حدا متوقع راح يصير. فعلا في هلا حاليا في حربين، في حرب حقيقية اللي هذه نقولها، في حرب إنسانية، في ناس عم يستغلوا. في هلا أنت في نقطة، أنا من عن طريق قناتك أو عن طريق أنا، هذا الشيء جدا مهم أريد أقوله، في كثير من الناس اللي يستغلوا هذا الاستغلال اللي غير إنسان، يستغلوا ضعف الناس من ناحية احنا تعرف كثير من الشباب العرب او كثير من الاجانب يريدون الذهاب الى الحدود. الوسائل المتاحة للنقل اصبحت باسعار خيالية، تصور الشخص الواحد يحتاج من مبلغ 400 الى 600 دولار النقل. يعني استغلال. اذا مثلا استغلال، انا عندي عائلتي احتاج 2500 دولار للوصول فقط الى مدينه لفيف، التي هي تبعد تقريبا 40 او 50 كيلو عن الحدود البولنديه، فاهم علي؟ فهمت. بعد هذه نحتاج الذهاب مشيا، او كذلك نرى بعض الوسائل النقل، وكذلك في
تستطيع الدفع والذهاب إلى الحدود البولندية، هذه كمان مصاريف أخرى تحتاج. بالنسبة لي أنا هلا وصلت، أنا لا أستطيع الخروج، ليس عندي الإمكانية الكافية للخروج. حتى ها في شيء مهم، الحوالات المالية أغلقت، البنوك أغلقت. إذا لديك كارت سحب المصاري أو الفلوس، لا تستطيع سحب المصاري، لأن الآلات السحب فقط في اليوم الأول كانت تعمل، بعد ذلك أغلقت. ما شاء الآن الله. تستطيع فقط أن تستعملها في الماركت، السوبر ماركت تستعمل الكارت. بس يعني أوكرانيا أعتقد أنها المصاري بدأت تعاني اقتصاديا. أكيد أكيد، يعني ها اليوم رحت للسوبر ماركت تقريبا في يعني مزدحم، هذه أكيد مزدحم، بس بشكل عام في مواد غذائية كثيرة ما موجودة. عندك السكر ما موجود، عندك الرز، عندك البيض ما موجود، في بعض كثير، خاصة الشغلات المواد الاستهلاكية مثل البطاطا غيرها، هذه ممكنة مش موجودة، وصعد السعر تقريبا 3 أضعاف 4 أضعاف. يعني بدأت تظهر آثار الحرب. أكيد أكيد، العملة انهارت في أول يوم، كانت تقريبا ال100 دولار تساوي تقريبا 2800 جنيه، هلا حاليا تقريبا وصلت إلى 4000 5000، هلا ما بعرف سعرها كم وصلت، ما شاء الله. العملة منهارة. طيب أخي مرتضى، حتى لا أكون ضيفا ثقيلا على قلبك وأعتذر صراحة على الإطالة، أنت كشخص مدني ومسلم، ما الذي تفكر في فعله من الآن؟ هل ستخرج من كييف أم أنك تملك ثقة في الدولة الأوكرانية أنها ستحميك وأن لا تخرج من بيتك؟ والله ما انا اذا اقول لك اؤمن بالجيش الاوكراني انا اكذب عليك، لان هذه حرب، هذه حرب. الجيش الاوكراني الى اي مدى ممكن ان يقاوم؟ فعلا هذه انت عندك حرب، ممكن تصير حرب شوارع، حرب مثل نقول احنا بالعراق حرب عصابات او حرب شوارع، ممكن المناطق كلها يصير فيها قصف. انا مش لحالي، انا معاي عائلة، هذه المشكلة. فعلا يعني في مسؤولية أكبر من أن تكون أنت فرد لحالك أو أن تكون معك عائلة، هذه المشكلة. فعلا. إن شاء الله يكون خير أخي مرتضى، وإن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها في القريب العاجل إن شاء الله. ربنا يحفظكم إن شاء الله. ربي يحفظك، شكرا أنا جدا جزيلا. أشكرك، وشكرا للناس اللي تابعنا، وأتمنى من عندهم الدعاء لينا بالسلامة. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي مرتضى على تلبية دعوتك. أنا جدا أشكرك أخي بارك أستاذ، الله مشكور فيك. جزيلا، بارك حياك الله الله، فيك. أهلا وسهلا فيك. نعم متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كما شاهدتم كان معنا الشاب مرتضى مباشرة من العاصمة كييف، حدثنا عن الأوضاع هناك، الأوضاع الحربية التي تجري في هذه الأثناء ما بين الروس والأوكران. يقول من خلاصة هذه المكالمة، يقول أن صعب صعب جدا على أوكرانيا أن تقاوم الروس، لأنهم فعلا متقدمين جدا ولديهم آلات مطورة للغاية. ففي الأخير طلب منا مرتضى وهو شاب عراقي عربي مسلم أن نقوم بالدعاء لإخواننا في أوكرانيا. وشكرا جزيلا لمتابعتكم هذا البث، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.